في الرياضة الآن، عاين وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري الملعب الجديد بولاية وهران، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الصرح الرياضي الجديد. ها هو اليوم ملعب وهران الجديد جاهز للتدشين بالمقاييس والمواصفات العالمية كواحد من أهم المنشآت الرياضية التي ستحتضن الألعاب المتوسطية في 2022. يعزز ملعب وهران الحظيرة الوطنية للمنشآت الرياضية التي ستتدعم قريبا بملاعب أخرى هي قيد الإنجاز، على غرار بالرقي ودويرة وملعب تيزي وزو، والتي نلتزم بتسليمها في أقرب الأجل إن شاء الله. إن شاء الله في الأيام القادمة راح نشوف فيه منافسات ومنافسات أخرى في ألعاب القوى، لأنه مضمار ألعاب القوى كذلك هو عنده بكل مقاييس العالمية. فهنيئا لنا، هنيئا للجزائر، هنيئا للرياضة الجزائرية ورياضيين النخبة كذلك.